بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع إلى التحقق من صحة الملفات. طبعا احنا خذينا في الدرس السابق الـ XHTML، في هذا الدرس راح ناخذ الـ CSS. بالنسبة للـ CSS، شوف من الآن أقول لك، طبعا بتاريخ هذه المشاركة إذا فحصت ملف CSS في أو استخدمت الـ Level 3 اللي هو CSS 3، طبعا راح يعطيك أخطاء لأن لحد الآن لم تعتمد الـ CSS 3 كلغة ملزمة مع باقي المتصفحات، لكن لا يمنع من استخدامها الآن، لكن انتظر حتى ما أن يكون في CSS 3 ثبات شامل لكل عناصرها على أساس يوثقونها في W3 على أساس أنها تكون اللغة السابقة أو الليفل الثالث للإصدار اللي هو آخر إصدار كان CSS 2.1. طيب نجي لل CSS، راح أقول له File Upload، راح تصفح ملف CSS اللي عندي اللي هو Styles. طيب راح أقول له Check، راح يعطيني بعض الأخطاء، أنا تعمدت وضع بعض الأخطاء على أساس نصلحها مع بعض. عندي خطأ في السطر الثالث، وعندي هو بارس ايرور، عندي دوت دوت بي، ومعطيني الامر التالي. الخطأ اللي هو التالي العنصر بارس ايرور معناتها اضافة عنصر غير موجود، او يعني كتابة عنصر بشكل خاطئ، مثل كتابة الكلاس بشكل خاطئ، كتابة الاي دي بشكل خاطئ او ما خلافه، او كتابة اللي هو كتابة طريقة الشيفرة بشكل خاطئ. يعني لو اجي الان الى ملفي، كما تلاحظ عندي، لو نروح الى اللي هو قال عنه، كما تلاحظ عندي زياده في امر الكلاس بهذا الشكل، بينما بي هو عنصر اساسي لا يكون كلاس ولا يكون بهذا الشكل، لان البي هو عنصر اساسي. ودائما تجنب استخدام العناصر الاسماء الاساسيه مثل ايمج، مثل اي، مثل بادي، مثل اتش تي ام ال، رسوم الاتش تي ام ال تجنب استخدامها داخل كلاس. يعني لا تقول له مثلا عندي بي كلاس، لا تقول له عندي مثلا اي دي ايمج بهذا الشكل، تجنب هذا الاستخدام. كنترول سيف. لو نجي نعيد الكرة ريفرش ريسنت، راح نلاحظ ان ليفل عندي شيء نقص منهم وهو تبع هذا. عندي في الناف بار فاليو ايرور، عندي قيمه فاليو معناتها قيمه، ايرور خطا بالقيمه اللي هي هاي. طيب واعطاني انكون ديمينيشنز، عندي انكون رقم او خاصيه غير متوفره، يعني مثلا الهاي اما يكون في بيرسنت النسبه المئويه او يكون مثلا بالبكسل. طيب احنا نلاحظ هون انه مكتوب 30 اكس، ما في شيء اسمه 30 اكس في السي اس اس، فهذا يعتبر خطا فاليو ايرور. انا قاعد اعطيك الاخطاء الاكثريه اللي يقع فيها. فالان لو تجي تلاحظ ان عندي في السطر اللي هو 34 كما نلاحظ في الناف بار هنا، كما تلاحظ عندي ناقص بي، لان هنا يا تقدر تستخدم يا البكسل يا اما القيمه المئويه، فلذلك راح يتصلح عندي الخطا. لو تجي تلغي نظره ريفرش ريسنت، راح نلاحظ ان عندي احد الاخطاء. عندي property background core doesn't exist، عندي background او اسم العنصر الخاصية property الخاصية background core، ما في خاصية اسمها background core بهذا الشكل، في background dash color وهذا الصحيح. اذا من احد الاخطاء اللي عندي ممكن اكتب وسم خاطئ، فهذا هو احد الرسوم الخاطئة اللي عندي. control save. لو اجي راح القي نظرة مرة اخرى ريفريش، راح نسوي ريسنت، راح نلاحظ ان الامر بهذا الشكل. عندي هنا body menu link ULLI A hover، العنصر هذا او البروبرتي الخاصية هذه الموجودة عندي value error في الباكجراوند، عندي خطأ في كتابة الباكجراوند، يعني في كتابة قيمته value error في كتابة القيمة. خلونا نلقي نظرة في السطر 112، راح اتوجه الى 112. كما تلاحظ عندي قيمة الباكجراوند صحيحة، لكن ايش الخطأ كان بالفاصلة المنقوطة. اذا عندي خطا كان بالفاصله المنقوطه، الفاصله المنقوطه تعتبر من ضمن الفاليو شيء اجباري، اذا نسيتها سهوا راح يعطيك اخطاء في السي اس اس. لو تجي تلقي نظره مره اخرى ريفريش، راح نلاحظ ريسنت ان وثيقتي ان شاء الله بشكل كونجريليشن نو ايرور فاوند، تقدر تسحب هذا وتضع في وثيقتك من غير مشاكل. اذا ما عندي اي اخطاء، هو اصلا انا ما كان عندي اي اخطاء بالاساس من اول ما عملت الدوره، لكن حبيت اني اعمل اخطاء بسيطه على اساس نعرف طريقه الحل. الامر سهل بس الناس يعني ما تقرا الحلول، مجرد انها بس تشوف عندها اخطاء وتروح تشتكي للناس تقول لهم انا عندي اخطاء، وهو ما قرا بالاساس ما هو الخطا اللي عنده. والاخطاء ترى سهله وسخيفه وتعديلاتها سخيفه. من ضمن الاخطاء بعد اللي يقع فيها بعض الناس كتابه الباك جراوند كذا مره في نفس العنصر. يعني مثلا خلونا نقول على سبيل المثال قبل لا نطلع من هذا الامر بس على اساس اوضح الفكره، مثلا في البادي قال باك جراوند مثلا لونه ابيض، جميل، جاء هنا وقال لونه ابيض، طيب، وجاء هنا
وقال لونه ابيض. وبهذا الشكل وضع الباك جراوند مكرر، دام انه في البادي ابيض انت مو مجبر في وضع كل الباك جراوندات ابيض، خلاص هو عارف ان البادي ابيض، فهذه تعتبر من الاخطاء، يعتبرها من الاخطاء لانك واضع انت اصلا بالاساس باك جراوند لونه ابيض، فليش تعيده على اماكن انت مو محتاج فيها باك جراوند؟ فلذلك لا تعيد الباك جراوند او الالوان او اي صيغه ثانيه اذا انت كنت مو محتاجها في السي اس اس في نفس الوثيقه. وايضا عندك شيء ثاني قد يقع فيه البعض في السي اس اس، خلونا نوضحه بعد. على سبيل المثال عندي انا في الناف بار يو ال مثلا قلنا له ليست ستايل نون والى ما خلافه، انت مو مجبر انك تجيب هذا نفسه مره ثانيه وتجي تعرفه هنا. طيب يجي واحد يعرفه هنا بهذا الشكل، طيب او مثلا يقول عفوا مثلا يقول بهذا الشكل اساس يعرف هنا، هذا خطا يعتبر خطا، انت معرفه فوق بالاساس انت مو مجبر تعرفه في تحت او في هذا المكان، لانه بالاساس تعرف من فوق ان في يو ال هذه قيمه، هنا لما جه شاف يو ال مره ثانيه خلاص هو عارف ان في يو ال ثانيه هذه قيمها، مو مجبر انك تطلع هنا ايضا يو ال مره ثانيه نفس القيم. هذه احدى الاشياء. ايضا من احدى الاشياء اللي يقع فيها بعض الاخوان كما نلاحظ مثلا عندي خلونا نقول مثلا الاي هذه بخليها هوفر، طيب بخليها هوفر يعني بقولها بهذا الشكل بخليها هوفر. طيب انا لما قلت له هوفر بس تغير القيم اللي انت محتاجها، يعني لا تجي تقول لي تكست ديكوريشن نون، لان انت مختاره بالاساس نون، فمو مجبر انك تضع نون مرتين لان هذا ما له دخل، خلاص هو عارف ان الاي نون، انت شنو اللي محتاج تغير هذا غير اللي فوق شنو محتاج؟ اذا كنت بتغير قيمه نون لا مشاكل، لكن انك تضع نفس القيم الموجوده هذا يعتبر خطأ من أخطاء السي اس اس، لأن القيمة A معروف أنها هي نون، خلاص أنت عرفتها أنها هي نون. هنا إيش اللي تبي تغيره؟ هذا المطلوب في هذا المكان، ما تبي تغير شيء لا تضع العنصر بالأساس، تبي تغير غير اللي تبيه. يعني مثلا هذا نون أنا بغيره بخليه مثلا underline، على سبيل المثال هنقول underline أو continuous أو double أو إلى ما خلافه هو بهذا الشكل. طيب طيب، بهذا الشكل ما في مشاكل، بس تجي مرة ثانية تقول لي أن نون خلاص يا اخي انا فاهم انه من فوق هو نون، فمو مجبر انك تضع مره ثانيه نون بهذا الشكل. ممكن في هذا المكان يبي يغير اللون اللي هو العنصر نفسه، ممكن يقول هنا color، طيب color بهذا الشكل ويغير لون العنصر، مثلا يخليه اللون اي لون مثلا، طيب مثلا اي لون، بس مو تجيني تضع لي مثلا خمسات، ما انا عارف ان فوق بالاساس اي هو خمسات، انت مو مجبر انك تعيد لي اللون، خلاص انا فاهم انه خمسات، ليش عايده؟ شو الفائده من العنصر؟ خلاص احذفه دام انه نفس القيم. فهذا المقصد من الامر. طيب اتمنى انه وصلت الفكره وما في اي مشاكل، والامر ترى بساطات بس الواحد يحاول يبحث. الى هنا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.